بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطيب أحوالكم وأن يوسع أرزاقكم وأن يحفظكم من كل داء. أحبتي وإخواني، هل تريد حفظا لنفسك، حفظا لأولادك؟ هل تريد يا حبيب أخوي في الله أن أدلك على شيء بإذن الله تبارك وتعالى تحفظ به المال وتحفظ به نفسك وتحفظ به بأمر الله تبارك وتعالى كل ما يشغلك من أمور الدنيا؟ حبيبي وأخي في الله، تعالى نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكلني أي أمرني صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. اللهم بلغنا رمضان يا رب. قال يا أبا هريرة، خليك أنت حارس على زكاة رمضان. نعم، بعد أن جمعت. فيقول أبو هريرة: فأتاني آتي فأخذ يحثو، يعني يأخذ من الصدقات، من صدقة زكاة الفطر، فأمسكت به فقلت له: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة: فشكى لي حاج، قال: إني محتاج وعلي عيال وعندي حاجة شديدة يا أبا هريرة. فيقول أبو هريرة: فرحمته فتركته. فغدوت في الصباح، فجئت في الصباح، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا فعل أثيرك؟ ماذا فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى لي حاجة وأن عليه عيال فرحمته فتركته. قال: يا أبا هريرة، أما أنه سيعود؟ كذب عليك وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود. لماذا؟ انظر إلى الأدب، انظر إلى هؤلاء. قال: لأن النبي قال سيعود. ماذا من النبي قال يعود؟ سوف يعود سوف. فانتظرته في اليوم الثاني، فجاء بالفعل، فأمسكت به فقلت: لأرفعنك، يعني لآخذنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: عندي أولاد وعندي حاجة وأنا محتاج. فرحمته فتركته. فجئت في الصباح، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا فعلت بأسيرك يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى لي حاجة وأن عليه عيالا وأنه محتاج فرحمته. قال: يا أبا هريرة، أما أنه سيعود؟ كذب عليك وسيعود. فقال أبو هريرة أنه سيعود برضك. لماذا؟ لأن النبي قال سيعود. هؤلاء يا أحبابي إخواني في الله فضلوا على العالمين، أي أصحاب النبي فضلوا على العالمين، لأنهم هم أول من قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك، سمعنا وأطعنا، بمجرد أن يسمع يطيع. فيقول أبو هريرة: فجاء في اليوم الثالث، يعني أنا انتظرته فرصدته، فجاء في اليوم الثالث، فأمسكت به فأخذ يشكو لي. قلت: لا، هذه هي الثالثة، وقلت لي أنك لا تعود في ثلاث مرات، ولا بد أن أرفعك إلى رسول الله. فقال له هذا الذي يأخذ: قال: يا أبا هريرة، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بها؟ قال أبو هريرة: نعم، قل. فقال لي: يا أبا هريرة، إذا آويت إلى فراشك لما جيت نام، اقرأ آية الكرسي من أولها، أي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: حتى تختم الآية يا أبا هريرة، فإنه لن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فقال أبو هريرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصباح هذا الموضوع، التقى به النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ماذا فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، شكى إلي وكذا وكذا، ثم قال لي أني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قال: وما يا أبو هريرة؟ قال: يا رسول الله، قال لي: إذا آويت إلى فراشك فقل عند فراشك، يعني عند النوم، آية الكرسي من أولها إلى أن تختمها، فلن يزال عليك من الله حافظا، ولا يقربنك شيطان. فقال النبي محمد: يا أبا هريرة، أما إنه قد صدقك وهو كذوب، لقد صدقك وهو كذوب، أو كما قال النبي محمد. ثم قال النبي: يا أبا هريرة، أتدري من كنت تخاطب؟ عرف مين الكلم معك في ثلاث أيام؟ قال: لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم يا رسول الله. قال: ذلك الشيطان. نعم يا أحباب، هذه القصة وهذه يا أحباب إخواني في الله، أو هذا الحديث يا أحباب إخواني في الله، فيه من العظات والدروس والفوائد الكثيرة. منها أحباب إخواني في الله، أولا أن الشياطين يسرقون ويحولون أموال بني آدم، يعني ممكن يأخذ منك أموال، يعني ممكن يأخذ أموال من بيتك ينقلها من مكان لمكان، أو يأخذها كما قال أهل العلم بنص الحديث: أخذ يأخذ من الطعام.
وتتهم الزوجة ويتهم الولد، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الشياطين والأبالسة وهؤلاء الجن يأخذون الأموال، نعم يأخذون كما يأخذ بني آدم، يعني يسرقون يا أحباب إخوان كما يسرق بني آدم. رقم 2، كيف أحفظ نفسي ومالي؟ أكبر علاج ما سمعته الآن، آية الكرسي بإذن الله، حافظة لمالك، حافظة لنفسك، حافظة لأولادك إن شاء الله رب العالمين، فاقرأها عند نومك بإذن الله، لا يقربنك شيطان أحباب إخواني في الله. يا من تريدون أن تحافظوا على أموالكم وعلى أولادكم، تعلموا هذه الآية وعلموها أولادكم ولا تفارقوها ولا تجعلوها تغيب عنكم. آية الكرسي أعظم آية في القرآن. آية الكرسي يا أحبابي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأها دبر كل صلاة يا أحبابي لا يمنعه من دخول الموت إلا ما يمنعه من دخول الجنة إلا الموت يا أحبابي. آية الكرسي يا أحبابي فيها من الخصال ما ليس في غيرها. أحبابي إخواني في الله، هذا علاج نبوي لمن يخشى على نفسه وعلى ولده وعلى ماله شيئا من الجن يا أحبابي والشياطين. والله العظيم أحبكم في الله، علاج ليس له بديل من كلام الصادق الأمين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.